هبة زوليا الحلوة با 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 ليش مالك زعلانة؟ في رب تعبت نفسي وتعبت وانا لابسة. يا ايمان يا ايمان تعالي يا ماما. يا ماما ايني جاية يا رب اشفيها مني امي. نعم يا ماما انا صار لي ساعتين لابسة واخوك جو تطول مش عارفة شو بتعمل في حياته بتطلع وتأخرت على مشواري. يعني يا ماما انا ايش دخلنا؟ انا قلت له يطلع. انا ما قلت له يطلع. انت اللي بعتيه بصار وين؟ اوف خلص اجي تحاملي جميلة يعني عشان بقول لك. هيو اجا تفضل يا سيد جود وين كاين؟ والله ماما في طوشة 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 والله خبطه بكرشه كرشه كبيره عالجد لو خبطه بكرشه لو لزج في الحيطه وهذاك خبطه بوكس بطنه والله يا ماما وشب انسداع ورمى عليه. ولك مع مين مع مين الطوشه هذه صايره؟ شو صاير مش فاهمه مين هذا خبطه ببطنه؟ هذا جارنا ابو محمد اتقاتل مع ابو خالد واتقاتل مع ابو سوسن والله والله الطوشة حلوة والولاد قاعدين بيتفرجوا وهذا خش خبطه ببطنه لا هو ابو محمد جارنا خبطه ببطنه. خلاص اسكت اسكت بكفي هبل. انا صار لي ساعتين بستنى فيك عشان تقعد انت واختك واخلي عينك وجوليا عشان بتطلع مشوار سريع. خلاص خلاص ماشي يا ماما في امانتي. بس طلعت عملنا جارنا ابو خالد ويا وهذا دخل لهو يا ربي خلاص يا جود حكيتك بديش تحكي لي الطوش هذه. هذه يا ماما زولو انت كنت قادر عليها. سيب 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 بحكي يا جود سيب ولا تسيب يا الله اختي عيطت قبل سنوات. اسمعوا انا مش مطوله مشوار سريع وراجعه بدي بالكم عليها وتفتحوش الباب. خلاص يا ماما تقلقيش ليش اختي جوليا ما دام في امانتي خلاص انا راح اغرف. ماشي يا ماما بدي بالك على اختك. وانت يا جود هيني طالعه اذا بتطلع من الدار حتشوف شو حيسالك. ما تطلعش ابدا. جيبيلي واحد شوكولاته وجيبيلي ابو اللي 12 شكل نوتيلا. ماشي يا جود ما كتر طلباتك تطلعش المهم من الدار ولا تروح تنزل على الشارع. ماشي هيني حكيت لك. لسه ماما بتستلي ملداس يا شيخ خلي بعدين خلي مش عارف بس معك قاعده عايزك ورايا الباب هاتي لي ساكن نزلي ورايا. خلاص نامي طيب يا ربتي جي ماما. خلاص يا عبيتي هي هي ايه يا رب تسكت. تعالي بعدي ايه ايه يلا يا زود هات الحازة يلا 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 يا من زدتي بتعرف احضر المباراة اللي نزلت. خلاص نص فجع منها هادي. يا راجة تسكت اختك هادي هيني نهديت وانا مسكت فيها. يا ريتني ما خليتك عندي خليت امك تاخدك. شو هذا؟ والله عندي حل راسي صار يصدعني. هي بتحب الاندومي بروح اشتري لها اندومي. سوا سوا يلا يا امال يلا. وين هذا جود تاني راح؟ يا جود وينه؟ تعالي اقعدي هنا. ايه ايمان ايمان شوفي شفتي لها تنبسط لما قام الاندومي شوفي. ايه سكتت اندومي من غير ماما كسرت هاتي كعكة هاتي هاتي جوليا ما تسمعيش كلام. والله اتصل على ماما بقول لها ماما لقيت جوليا لا ولك هاتي بتحب الاندومي شايفه كيف ست هادي جبنا لهاش اندومي هادي. انا ماليش دعوة بالك والله اذا ماما قالت اندومي اندومي صار في البيت اجي والله لحت جود انا ما خصنيش. هس هات يا جود. وليه؟ احكي له تعالي يا جود يا انت ولا اندومي سيبها سيبها ولي 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 هات في البيت سيب الاندومي. والله اكلم لماما يا جود. الو يا ماما ابنك جود شاف لجوليا اندومي والله هي قاعده سممها خلص تعالي الحق اعطيني اعطيني كيف سعيد عشان لما شفت اندومي انبسطت انبسطت يا حبيبي بتقول لك مام ولا لغير
الفطير كمان لسه بتطعميها وبتسكتها؟ والله ماما كانت بتعيط وبعديها سكتت لما شفت العندهم يا حبيبتي وهي بدأت تاخد الكيس شايفاها؟ هيها سكتت؟ هاتي الاندومي هذا وممنوع يا جود اشوفك بتطعميها اندومي، ولو حصل هذا الاشي كمان مره حتشوف شو حيصير لك، حتتعاقب عقاب ما انتش مش عارفه. طيب ماشي يا ماما بتطعميها اندومي. ماشي يا مان. هيا بتعيط ريحتك منها وبتحكي لماما ده كل كيس البهارات. حكيت لها يا حبيبي لامك بدك تاذي البنت توديها على المستشفى. ما انت مش انت وتوديها على المستشفى مش انت. انا بدي افريكو ايش بدي اعمل فيها. ماشي يا ايمان. يا رب انا شو بدي اعمل هلا؟ مش عارفه ايش بدي اسوي. بدي اطلع على شغلي وايمان في المدرسه والله ما عارفه وين بدي اخليكي. يا رب بأمنش على هذا يا جود، انا خايفه يعمل لك حاجه. شو اعمل يا رب شو اسوي؟ يا رب ايمان طولت كثير وانا عارفه شكله ضايله ساعه على المدرسه وانا تاخرت على شغل عندهم حيفصلوني. والله مالي غير اروح اصحي هذا جود واخليه عندها وايمان لما تيجي بتكون بتدير بالها عليها. ماليش غير كده يا ربي. يا جود يا جود يا جود يا ماما صباح الخير يا جود. هي اصحى جود يا جود اصحى يا جود. يا ماما يا ماما يا حبيبي تاخرت على شغلي اختك ايمان في المدرسه ولسه بدها ساعه. ضروري ضروري تصحى عشان اخلي عندك اختك جوليا قبل ما ترجع اختك ايمان. ايش بدك تخلي جوليا عندي؟ هديها بدي ادير بالي عليها وما اعملهاش حاجه ماشي وبدي العبها بالالعاب تاعوني. طيب بس اوعك تعملها حاجه يا جود هيني وصيتك. وبعدك تجيب لها اندومي زي امبارح يا جود. انا قلت لك اذا جبت لها اندومي حيكون عقابك شانيه مش حتعرف شو حيصير لك. عيب يا ماتي تلاقيش جلادي ولا اندومي. هدي هدي يلا خليها يا. عندك ودير بالك عليها بتشربها ميه اذا عطشت. ماشي انا مش مطوله كثير. طيب وعندك اختك ايمان بتمسكها. ماشي مره يا ماما اوعك توقع كمان. يلا ماشي. سلام. تعطيش تعطيش هلا بدي اجيب لي الكرتون دندوم مش اندومي. يا اخويا معايا ليه ماما طلعت؟ امسك الاندومي ده انا حاجيب لك اندومي اندومي. تعطيش يا حلوة راح اشتري كرتونة اندومي مش اندومي واحد. فيش حدا في الدار لا ايمان ولا ماما. خدت مني الاندومي واكلته ماما راح تغلبني وتضلها تعيط. بدي اروح اشوف لها كرتونة اندومي. تعالي شوفي اخوكي جايب لاختك كرتونه اندومي. انا قلت له واحد لا
إذا ما رجعت حصلك على الشرطة يا جوز. تعالي يا ماما يا حبيبتي تعالي. لمي معاه إيمان. هل بده يجيب لك أندومي آن حبيبتي؟ اسمعي اسمعي، إيش رأيك ناكله وناكله على الصم؟ ناكله على الصم؟ الله يا ماما. يا ماما ابنك